متابعينا ومتابعي فيتو في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد معانا ومعاكم الكابتن مصطفى عبده مدير الفني نادي غزل المحله من داخل نادي غزل المحله. اهلا ومرحبا بيك يا كابتن. تحياتي ليك وتحياتي الموقع فيتو. كابتن مصطفى، في بدايه اسئلتنا كده، المباراه القادمه لنادي غزل المحله امام النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي خارج من ظروف بعد بطوله افريقيا وتخبطات في النتائج في الدوري الممتاز، حابب تقول ايه الفتره اللي في الماتش الجاي؟ مهما كانت الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي فهو نادي كبير طبعا ونادي بطولات، نادي بيقدر يخرج من الظروف الصعبه بتاعته بسرعه، فاكيد ماتش صعب جدا علينا. الماتش هنستعد له بشكل كويس، عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده، ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الماتش اللي جاي، لان الدور الثاني كله ماتشات صعبه جدا على كل الفرق. وده الفتره اللي احنا تولينا فيها المسؤوليه من بدايه الدور الثاني، البونت فيها صعب جدا، فان شاء الله عندنا استعداد كويس، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله في الماتش اللي جاي، سواء ماتش الاهلي او الماتشات اللي بعده ان شاء الله، لان مفيش فترات كبيره بين الماتشات، فباذن الله استعدادنا جيد، عاملين حسابنا على الماتش كويس قوي ان شاء الله، ان نقدر نحط الفريق في مكان كويس يليق بيه. تسلسل مباريات فريق غزل المحله صعب الفتره دي يا كابتن، الاهلي وبعد كده الاسماعيلي وبعد كده الزمالك، ودي امور صعبه جدا لفريق غزل المحله، شايف ازاي الفتره القادمه لمباراه غزل المحله بقى ايه اللي هيحصل؟ كل الماتشات صعبه، ما فيش يعني، مش هنقول ماتش الاهلي هو اللي صعب بس، لا، انت عندك الاهلي وبعدين عندك الاسماعيلي وبعدين عندك البنك الاهلي وبعدين عندك الزمالك وبعدين المقاولين وسيراميكا، فانت هتلعب كل الفرق، وده مش حالك انت بس، ده حال كل الفرق ان هي تقابل بعض. فالماتشات كلها في الدور الثاني انا شايف انها ملهاش مقاييس، ماتشات صعبه جدا، هتلاقي فرق بتكسب فرق بطولات، وده اللي احنا نتمناه برضو ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله لينا، فماتشات صعبه على الفرق كلها مش علينا احنا بس، فان شاء الله مستعدين كويس لتتابع الماتشات دي، وان شاء الله نكون عندنا لعيبه تركيزها اعلى الفتره الجايه. جمهور المحله بيسالني يا كابتن، طموح الكابتن مصطفى عبد الفتره الجايه، يعني كابتن مصطفى حاطط في تخمينه مكانه غزل المحله في جدول الدوري؟ بالظبط، الموسم ده لما تولينا المسؤوليه بالجلوس مع الباشمهندس علي العباسي رئيس شركه غزل المحله لكره القدم، حاطين اهداف لينا الفتره دي، خصوصا في ظل الموسم الصعب اللي احنا متواجدين فيه، في ظل الدور الثاني زي ما قلت لحضرتك اللي هو قمه الصعوبه، في انديه جماهيريه كتير بتنافس على مقاعد تحت، فهيبقى في صعوبه جدا في الدور الثاني، احنا عايزين نحط الفريق الموسم ده ان شاء الله في ابعد مكان ممكن نوصل له في ترتيب الجدول، بحيث ان احنا لما نيجي نبدا الموسم القادم نبدا من حيث انتهينا، ونقدر نحط نادي غزل المحله من الموسم القادم بطموح اعلى، بفكر مختلف، بتطلعات مختلفه، بانفاق مختلف. طب يا كابتن مصطفى، مين اللاعب اللي موجود في الدوري المصري اللي تحب يكون موجود معاك في غزل المحله؟ زيزو لاعب الزمالك، من اللعيبه المميزه جدا، لعيب عنده فليكسبيليتي غير طبيعيه، عنده مرونه تكتيكيه في الملعب كمان، تقدر تلعبه في اي مكان، بيمتلك مهارات عديده جدا، شخصيه في الملعب انا بشوفه من الشخصيات القياديه كمان في الملعب، لعيب مساند لفرقته، فمن اللعيبه اللي انا معجب بيها جدا جدا في الدوري المصري. قبل ما اروح لمنتخب مصر وانتقل بيك لنقطه ثانيه، حابب تقول حاجه عن فترتك في نادي كفر الشيخ والفتره اللي فاتت والجماهير كفر الشيخ. جماهير كفر الشيخ ده رقم واحد بالنسبه لي، من الجماهير المحترمه جدا جدا اللي سندتني بشكل كويس جدا، اللي اتحملت معايا ظروف صعبه جدا اللي احنا واجهناها في كفر الشيخ، سواء عدم وجود امكانيات او عدم وجود ملعب للتدريب، مع ذلك كانوا مساندين جدا للفريق ولي انا شخصيا كمان، ومش عايز اقول لك ان احنا كمان الى الان على اتصال ببعض، ناس محترمه جدا، وزي ما قلت لك من الانديه القريبين من الجماهير القريبه جدا لقلبي، مساندين ليا بشكل كبير سواء انا موجود في كفر الشيخ او بره كفر الشيخ، ليهم مني كل تحيه وتقدير، وبشكرهم على الفتره اللي اشتغلتها معاهم ومساندتهم الكبيره ليا.